وباتت لدى اللاعب الفرنسي فرصة جيدة للتواجد في قائمة المباراة على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد إجراء آخر حصتين تدريبيتين يوم الجمعة والسبت. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فهناك فرصة أن تشهد القائمة تواجد التركي أردا جولر رغم تدربه بشكل منفرد. وأوضحت الصحيفة أن شعور لاعب فنربخش التركي السابق أصبح جيدا وباتت مشاركته قريبة للغاية، وقد تكون أمام فياريال أو ألافيس وهي المباراة الأخيرة بعام 2023. ونبقى مع أخبار الميرينجي. فقد كشفت تقارير صحفية عن دخول دافيد ألابا مدافع الريال دائرة اهتمامات أحد عمالقة الدوري السعودي. وبحسب شبكة سكاي ألمانيا نقلا عن موقع ريليفو الإسباني، فإن اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع المدافع النمساوي دافيد ألابا. وأشارت إلى أن العميد سيحاول إغراء ألابا براتب سنوي قدره 20 مليون يورو لإقناعه بارتداء قميص الاتحاد السعودي. ورغم ذلك، فإن مدافع بايرن ميونخ السابق ليس مهتما في الوقت الحالي بمغادرة ريال مدريد الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2026. كما تجدر الإشارة إلى أن ألابا انضم لصفوف الميرينجي في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ، ونجح في التتويج مع الفريق الملكي بعدد من الألقاب أبرزها دوري وأبطال أوروبا.